مساء الخير يا أولاد، إزيكم شباب؟ عندنا اليوم إن شاء الله عندنا ريفيجن خاصة بيبر 1 لشابتر 6، وبنتكلم فيها عن نيوكليك أسيدز أند بروتين سينثيسيس بارت 1. في البارت ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن تقريبا 28 questions. هنتكلم عن كروموسوم ستراكشر، دي إن إي ستراكشر، آر إن إي ستراكشر، تي آر إن إي، بالاضافه للـ ATP structure وايه علاقتهم مع بعض. هناخد في الفيديو الجاي ان شاء الله عشان نكمل شابتر 6 تقريبا more than 30 questions عشان يكمل الشابتر. هنتكلم فيه عن الـ DNA replication، عن الـ several experiments الخاصه بميسل سون ستاتس، واسئله كثيره بتيجي عليه باستمرار اللي هي semi conservative replication، وهنتكلم عن protein synthesis بالاضافه لو كان في ميوتيشن في الجينز هنتكلم عنه. طيب نشوف كده مع بعض. أو سؤال في parts of chromosome and their functions are listed part of function. يعني matching، يعني عندي B1 و B2 و B3 وعندي functions خاصة ب F1 و F2 و F3. B1 centromere، histone proteins، telomere. The functions عبارة عن packages DNA into compact structures، holds two chromatids together. Prevents loss of genes. Which combination is correct? Which combination is correct? قبل ما نجاوب السؤال ونشوف الـ choices، تعالوا بينا نفتكر مع بعض الـ chromosome. All chromosomes lie في الـ eukaryotes أو eukaryotes داخل الـ nucleus. طيب الـ chromosomes ديت تبقى scissor-like، زي ما انتم شايفين كده هو scissor-like shape، والـ scissor-like shape ما يبانش إلا وقت الـ cell division أو لما يتم الـ cell تعمل division. لو يتعمل ميتوسس it's okay. لو يتعمل ميوسس بيحصل DNA replication في الـ S phase من الـ interphase، ويبقى الـ DNA duplicated. بعد الـ duplication بنخش في مرحلة بعد الـ S و duplication بنخش في مرحلة G2، بيحصل يعني خلاص ناويين نعمل cell division، nuclear division، عاوزين نعمل ميتوسس، عاوزين نعمل ميوسس، فلازم يحصل condensation. Condensation لكل genes، condensation لل DNA around proteins. كان كده الكلام ده بيحصل في اليوكاريوت. لو بصينا كده كروموسوم ال duplicated، ادي كروموسوم بنلقى في التبس بتاعته، تمام كده التبس بتاعته في جزء اللي هو الريد كلر ده اسمه تيلومير. اسمه ايه؟ تيلومير. احنا عارفين التيلومير for protection الانس الخاصه بال DNA هنا وهنا، ده تيلومير وده تيلومير وهنا تيلومير وتيلومير. طيب تعالوا نسأل بعض الأسئلة بعيد عن السؤال ده. هنا how many telomeres present in each chromosome؟ أدي كروموسوم واحد بس ما فيش غيره قدامي. كروموسوم ده عنده 4 telomeres، ده إمتى؟ لما يكون duplicated. لما يكون duplicated عنده 4، يبقى عندي 4 telomeres. telomeres بير إيه؟ بير دوبليكيتد. دوبليكيتد ايه؟ كروموسوم، صح كده؟ طب لو كان قبل الاس فيس هل الكروموسوم بيبقى دوبليكيتد؟ طبعا لا، بيبقى 1 كروماتيد، بيبقى 1 كروماتيد. في الحاله دي النمبر اوف تيلوميرز هيبقى برضه 4 ولا هيبقى 2؟ اكيد هيبقى 2 تيلوميرز، بس 2 تيلوميرز بير ايه؟ بير 1 كروموسوم ان دوبليكيتد. ان دوبليكيتد دي معلومة مهمة جدا. طب الهيومن عنده كم كروموسومز في الصوماتيك سيل؟ 46. لما اقول دوبليكيتد 46 كروموسومز، او سيل ناوية تعمل ديفيجن، النمبر تيلوميرز هيبقى كام؟ 46 تايمز 4 ايكوال 192. طيب لو كان مش ناويين لسه في الانترفيس، وبداية الانترفيس ايرلي ستيج اوف انترفيس، يعني لسه خارجين من ديفيجن، النمبر اوف تيلوميرز هيبقى كام؟ هيبقى برضه 46، لكن في الحاله دي تايمز 2 بس. تايمز 2 بس، وفي الحاله دي يبقى 92. اوكي؟ طيب نكمل كده مع بعض. وبصينا على التيلوميرز، عرفنا المعلومه دي مهمه جدا، وبيجي اسئله عليها على النمبر اوف تيلوميرز. لو بصينا كده مع بعض وشفنا الشكل، وشفنا الشكل، يا ترى عبارة عن ايه؟ ادي
الاندوبليكيتد كروموسوم، الاندوبليكيتد كروموسوم عباره عن كروماتيد بس. فين التلومير؟ طبعا بصوره مش مبينه، هنا هيبقى فيه تلومير واحد وادي التلومير الثاني. دي اللي كنا نقصدها في الكالكوليشن اللي لسه عاملينها حاليا. ده كده اندوبليكيتد، لكن ده دوبليكيتد لما سيل تاني تعمل ديفيجن. اوكي، طيب يا ترى في الشيب ده فين السنترومير او سنترومير؟ بيعمل ايه؟ بيعمل هولدنج تو سيستر كروماتيدز توجذر. ده سيستر كروماتيد ده، يعني مثلا لتر A و B دول سيستر كروماتيدز، علاقتهم ببعض سيستر كروماتيدز. ليه سيستر كروماتيدز انهم شايفين بوان سنترومير؟ ما يظهرش شكل السيزر الا وقت السيل ديفيجن، just prior to cell A to divide، قبل الميتوسيس وقبل الميتوسيس. اوكي طيب نكمل كده مع بعض. عرفنا السنترومير بيعمل هولدنج للتو كروماتيدز. يا ترى التيلوميرز بيعمل ايه؟ بيعمل بروتكشن، بيعمل بريفنت لوس اوف جينز. وجود التيلومير زي بالظبط الشوز ليس، اللي هو عباره عن رباط الشوز بتاعك، بيبقى فيه حته حديده كده، فمن كده بتعمل بروتكشن علشان الرباط ما ينسلش. نفس الكلام، نفس التشبيه، التيلومير موجوده في الانز والاكستريمتي بتاعت الدي ان اي تو انشور ان الدي ان اي بوليميريز انزايم يكمل الريبليكيشن بتاع كل الجينز، وبالاخص لو كان في اسينشال جينز موجوده في الاكستريمتيز. اوكي طيب نكمل كده مع بعض. عرفنا قصه التيلوميرز، تعالوا نجاوب بقى. ها يا ترى دي 1 سنترومير يمشي فت وماتش مع F1 باكجز؟ طبعا لا. يا ترى B1 مع F3 سنترومير مع F3 بريفنت لوس اوف جينز؟ طبعا لا. خلاص الانسر قربنا نوصل لها. طيب B2 هيستون بروتينز، مش باين الهيستون بروتينز في الرسومات دي، لكن تعالوا بينا نشوف الرسمه الجايه. فين هيستون بروتينز؟ ادي الدي ان اي دبل ستراندد تمام كده، ولينير لان ده ايوكاريوت، وفولتنج اراوند هيستون بروتينز في شكل نيوكليوسومز. الشكل دي كده اسمها نيوكليوسومز. ده نيوكليوسوم وده نيوكليوسوم وده نيوكليوسوم، ده مستوى نيوكليوسومز. امتى يكون نيوكليوسوم؟ الفولدنج الدي ان اي اراوند هيستون بروتينز. نوع من انواع البروتينز اسمه هيستونز، موجود داخل النيوكليوس بكميات رهيبه جدا. بعد ما يعمل فولدنج علشان باكجينج اوف دي ان اي في سمول فوليوم من النيوكليوس، بيعمل اكسترا فولدنج اراوند نون هيستون بروتينز علشان يعمل الشيب ده، كوندنس كروماتين. كوندنس كروماتين يتشكل، هو شكل كوندنس كروماتين يشكل الكروماتيد ده. طب عندك دوبليكيتد دي ان اي، كل مولكيول من الدي ان اي ياخد كروماتيد ده. يبقى الكروموسوم ده عنده كام مولكيول اوف دي ان اي؟ عنده 2 مولكيول في السيستر كروماتيد اي ومولكيول اخر في السيستر كروماتيد بي. لكن هنا كان عنده 1 مولكيول بس بالتو سترانز بتاعته دوبليكيتد، او التو سترانز بس، سوري بلاش كلمه دوبليكيتد، تو سترانز بس. يبقى هنا دي ان اي 1 مولكيول وهنا 2 مولكيولز بير كروموسوم. نكمل كده، يبقى لازم الهيستون تعمل ايه؟ تعمل فولدنج، تعمل باكجينج. طيب تعالوا بينا هنا بقى الانسر. يا ترى بي 2 هيستون بروتينز ليها علاقه ب اف 2 هولز 2 كروماتيدز توجذر؟ طبعا لا. ده دور مين؟ ده دور السنترومير. اخر حاجه بي 3، فين بي 3 تيلومير؟ يا ترى ماتش مع اف 3 بريفنت لوس اوف جينز؟ يس، بريفنت لوس اوف جينز. يبقى الانسر جي، الانسر جي. نكمل كده مع بعض. يبقى احنا رجعنا التيلومير الفانكشن بتاعته وموجود فين والنمبر، سواء في سيل ناويه تعمل ديفيجن او سيل في حاله الايرلي انترفيس. عرفنا الفانكشن بتاعت الهيستونز والنون هيستونز بروتينز. تعالوا the diagram shows part of organization of DNA molecule and the associated histones. عندي هنا ال condensation اللي اتكلمنا عنه، which statements about the features labeled B, Q and R. B عبارة عن histones، R عبارة عن protein, another type of histones or non-histones no problem, Q يعتبر DNA molecule. طيب قال لك هنا which statements about features B, Q and R during prophase of mitosis is correct. طبعا وقت prophase بيحصل condense في early phase of prophase بيحصل ايه؟ condensation عظيم. condense لمين؟ للDNA.
حوالين ايه اللي يساعده بروتينز انواعها ايه هيستونز واذر بروتين نون هيستون بروتينز. طيب نشوف اني ستيتمنتس كوركت. ذا كويلد دي ان ايه كويلد دي ان ايه مولكيول فورمز كيو اند رابس اراوند ذا هيستونز اوف ار. هو مش هيعمل رابنج حوالين ار كيو, مش هيعمل رابنج حوالين ار, بيعمل رابنج حوالين بي, يبقى دي رابنج. طيب the groups of histones B, groups of histones B, fine groups of histones B, okay, and its associated DNA اللي هي Q, B و Q move closer together as the chromosome condense around R. هو chromosome بيعملش condense around R ولا ال B و Q بيعملوا folding around R. Okay, بيعملوش الكلام. نشوف كده the histones B and R are made of protein, yes, around which DNA molecule Q is wrapped so that the DNA molecule can fit inside the nucleus. The histones B and R, fin B and B and R. Okay, made of protein around which the DNA molecule Q is wrapped. لا, ال DNA wrapped around B, لكن not around R. يبقى ما تنفعش. آخر حاجة the linked groups of histones B and R and the associated DNA Q form strands that fold and twist together to form chromatid. واضح إن الـ answer هي letter D, لأنه واضح إنه حصل إن كل جروب دي اللي هي B و Q R مع بعض, أوكي, بيكونوا strands, بيكونوا إيه strands, الـ strands دي fold و twist تعمل twisting several times حوالين non-histone proteins عشان يكونوا chromatid, يكونوا ايه chromatid. اوكي, يمكن في السؤال اللي فات يبقى الانسر دي, يمكن في السؤال اللي فات كان في صوره جميله, سوري, اللي هي الصوره دي تمثل ايه, تمثل الدي ان ايه حوالين histones وبعد كده نون هيستونز مش باينه في الصوره, تعمل الكوندنس او الستراندز وتكون كوندنس كروماتين اللي هو بيشكل كروماتيد. اوكي, طيب نشوف مع بعض. One of the chromosomes in the nucleus has telomere which contains many repeats of the base sequence TTAGGG. This chromosome was extracted from four different cells. خدنا كروموسوم, one chromosome extracted from four different cells. Okay, and the total number of bases in the telomere was determined. شفنا الكروموسوم دي وخدنا التيلومير وعملنا extraction وشفنا البيسس, the number of bases, total number of bases لكل التيلومير للفور chromosomes from different cells. هو نفس الكروموسوم يعني نفس الجينز من different cells. مثل الأولى خدنا كروموسوم, الثانية كروموسوم, الثالثة كروموسوم, الرابعة كروموسوم, وليكن كروموسوم نمبر 3 مثلا. أوكي؟ وشفنا التوتال نمبر أوف بيسز في كل تيلومير لنفس الكروموسوم من different cells. Which total number of bases was found in the cell that had undergone the most mitotic division. Most mitotic division يعني بقالها كتير عمالة تعمل division. أو عندها طبعا السيلز دي تعتبر ما قاليش انها كانسر سيل, ما قاليش انها ستيم سيلز, فبالتالي سيلز بقالها كتير بتعمل ميتوتيك ديفيجنز يعني الايدج بتاعها كبير, ال دي سيل, وبالتالي مع الاس ذا سيل انكريز النمبر اوف ديفيجنز التلوميرز يحصل له شورتن, يبقى في شورتن التلوميرز اند ذا سيل اي ديفايد. نشوف كده النمبر, طبعا باللوجيك لو بصينا كده نمبر اول مره نشوف النمبرز دي ايه موضوع النمبر ده, سيم مثلا 5548 5580 اكبر شويه, 56 زاد شويه, بعد كده زاد اكتر شويه, يعني هنا الانكريسنج كده انكريسنج. طيب انهي الانسر بتاعتي؟ طبعا most mitotic division للسل سوماتيك سيل, ده معناها شورتن للتلومير, شورتن للتلومير معناها number of pieces the shortest one, فنختار الانسر A.
طيب نفهم الكلام ده ازاي؟ نفهمه بالصوره دي. ادي التلومير اهو، ادي كروموسوم، وادي فور تلوميرز. لو خدنا التلوميرز دي وعملنا اناليسز للتلومير هنشوف هنا سيل لسه يونج، لما كبر شويه ما زالت بتعمل ديفيجن، الديستنس او اللينث اوف تلومير شورتن، واللينث اوف تلومير هنا شورتن على الاخر خالص. تمام كده؟ وده يمكن واحد من اسباب الالزهايمر، لانه احيانا بيحصل لوس اوف سيرتن جينز، الجينز دي قد تكون مسؤوله عن الميموري. اوكي؟ يعني في سيرشز كتير على الموضوع ده دلوقتي. ادي التلومير شايفين ثيكنس قد ايه او لينث قد ايه، وهنا اقل وهنا اقل ما يمكن، عشان كده اخترنا ليست نمبر يعبر عن الانسر. يبقى التلوميرز شورتن از سيل ديفايد، از سيلز ديفايد. اوكي؟ طيب نكمل كده مع بعض. Which type of sugar and which type of bond are found in a DNA molecule? عندي DNA molecule ويا ترى بيعرف البوند ازاي الموجودة في ال DNA وال type of sugar. لو افتكرنا مع بعض ال DNA، ال DNA عبارة عن double stranded، ادي دي strand، كل اللفة دي strand كده، ده كده strand، الحتة دي كده strand. طبعا مش عاوز اقطع البوند الموجودة، اللي قطعتها اهو كده 1 strand. تاني كده ايه علاقته بالستراند الاخر في الرايت سايد؟ انتي بارلل، واحده الحله دي معدوله، الحله هنا مقلوبه، انتي بارلل اوبوزيت، علشان يحصل ماتشنج وبيس بيرنج ما بين البروبر نيوكليوتايدز او البروبر بيسز لكل نيوكليوتايد. طيب انتي بارلل في الاتجاهات هنا 5 داش داش، والناحية التانية الأوبوزيت، الأوبوزيت. و5 معناه الإند بتاع الكربون نمبر 5 دي الديوكسي ريبوز شوجر. يا ترى التايب أوف بوند الموجودة للدي إن إي ستراكشر الفيمس بوند الموجودة، كل البوندز دي تعتبر كوفيلنت، كلها كوفيلنت فيما عدا ما بين البيس بيرنج اسمها هيدروجين بوندز. يبقى التايب أوف بوند عمرها ما هتكون جلايكوسيتيك، إحنا خدنا الكلام ده في الكربوهيدرات. Glycosidic. طب البيبتايد في البروتينز يبقى الانسر هيدروجين. طب وبعد كده التايب اوف شوجر، التايب اوف شوجر يبقى ايه؟ الشوجر بتاعنا احنا قلنا دي اوكسي ريبوز، دي اوكسي اي ريبوز، نفتكر كده دي اوكسي ريبوز، وايه الفرق بينه وبين الريبوز؟ ادي ريبوز شوجر من البنتوسس، يعني الشوجر كونتيننج 5 كربون اتومز، ده يعتبر مونو ساكرايد وده مونو ساكرايد، مونو يعني 1 يونت. طيب ايه رايكم؟ ادي كربون نمبر 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، وادي 5 بعيد عن الرينج. نفس الكلام هنا 1 2 3 4 وادي 5 بعيد عن الرينج. يفرقوا ايه؟ كربون نمبر 2 هنا في حاله الريبوز شوجر فيها او اتش كامله، نمبر 3 او اتش. طب ايه رايكم؟ رحنا واخدين استلفنا الاكسجين دي طيرناها، هيصبح ايه؟ اتش بس. يبقى الفرق ما بين الريبوز والاكسيد ريبوز 1 اتوم اوف اكسجين بس، less 1 اكسجين اتوم. اوكي؟ الاثنين مونوساكرايدز، الاثنين ريديوسنج شوجرز، الاثنين ريديوسنج ايه؟ شوجرز خدناها لما عملنا ديتكشن، اول مونوساكرايدز ار ريديوسنج، يعني الريبوز والاكسيد ريبوز، يعني جلوكوز والجالاكتوز وكمان الفركتوز، كل ده مونوساكرايدز كلهم ريديوسنج. يبقى الانسر هنا هيدروجين وكمان ريديوسنج، يبقى الانسر دي. اوكي؟ طيب تعالوا بينا السؤال بعدين. لو بصينا كده مع بعض، which nucleic acid bases are purines؟ ايه هي البيورينز؟ البيورينز عباره عن ايه؟ وبيرندينز عباره عن ايه؟ هناخدها بعد شويه. البيورينز هم الادنين والجوانين، ادنين وجوانين. فين الادنين والجوانين؟ ادي الانسر سي، جوانين اند ادنين، جي و ايه جي، ده البيورينز. طيب تعالوا نفتكر مع بعض النيتروجين سبيسز الخاصه بالنيوكليوتيدز. النيتروجين سبيسز بقسمها تو تايبس، بيورينز وبيرامدينز. بيورينز وبيرامدينز، البيورينز عباره عن دبل رينج، تمام كده؟ والبيرامدينز كلمه الحروف بتاعتها انا حافظها كده على فكره، يعني عشان افتكر بيرامدينز الليترز بتاعت بيرامدينز اكتر بكتير، صح كده؟ اكتر من بيورينز، فهي تاخد السنجل، العكس يعني. اللي حروفها كتيره تاخد سنجل رينج، واللي حروفها قليله تاخد الدبل.
طيب مين هم البيورينز عندي غير الأدينين والجوانين؟ والأدينين والجوانين داخلين في تركيب الـ DNA plus الـ RNA both. ده من الفيتشرز الكومن ما بين الـ DNA والـ RNA الاثنين contain البيورينز أدينين وجوانين. طيب البيراميدنز عندي 3 types مش 2 types 3 types ها ثايمين وسيتوسين ثايمين وسيتوسين ثايمين letter T الابريفيشن وسيتوسين C الاثنين دول تاني كده بالإضافة لليوراسيل دول بيراميدينز 1 رينج 1 نيتروجينس رينج نيتروجينس رينج فيها نيتروجين يعني اوكي طيب يا ترى مين في الـ DNA الـ T ثايمين وسيتوسين يستبدل التي ما فيش تي يستبدل بيوراسيل في حالة الـ RNA يستبدل يبقى ده مش موجود في الـ RNA موجود فقط في الـ DNA ده يونيك للـ DNA ده مميز للـ DNA لكن اليونيك للـ RNA هو وجود اليوراسيل only in RNA اوكي طيب افتكرنا بعض الـ data الخاصة بالبيورينز و البيراميدنز على فكرة اليوراسيل يعامل نفس المعاملة بتاعت الثايمين في حالة البوندينج حالة البوندينج هنفهمها دلوقتي معناها ايه نشوف كده هوت الانيميشن الخاصة بالماتشنج ما بين النيوكليوتايدز الجي واحدة من الجوانين اللي هي جوانين يعني واحدة من البيورين دبل رينج زي ما انتم شايفين وواحدة من ايه من البيراميدين اللي هي سيتوسين 1 نيتروجينس رينج سنجل رينج ماتش معاها وكومبلمنتري وتعمل بيس بيرنج ب 3 هيدروجين بوندز الرقم ده يتحفظ 3 هيدروجين بوندز ما بين الجي والسي طب اذا كان ادينين من عيله البيورين محتاج يعمل ماتشنج مع حد من عيله البيراميدين 1 رينج تمام كده 1 سنجل رينج وبالتالي جي مع سي قلناها والاي مع تي والاي مع تي طيب ايه النيوكليوتايد اللي جايه دي النيوكليوتايد دي علشان تعمل ماتشنج كومبلمنتري بيسموها فوسفوريليتد او اكتيفيتد نيوكليوتايدز او فري نيوكليوتايد عندها اكسترا 2 فوسفيد زي ما شايفين كده اكسترا 2 طب الثالثه دي بتاعتها دي ملكها الاكسترا دي فور فوسفوريليشن طب جبناها منين جبناها من النيوكليوتايدز لما دخلت جوه السيتوبلازم ودخلت بعد كده للنيوكليوس دفعنا فيها اي تي بي عملنا لها فوسفوريليشن باي اديشن اوف تو اكسترا فوسفيت جروبس طيب يبقى معنى كده عمليه الدي ان اي ريبليكيشن اللي محتاج فيها الشكل ده والمنظر ده والانيميشن ده محتاج اي تي بي تمام كده وكمان الترانسكريبشن اوف ار ان اي محتاج اي تي بي اوكي يبقى داخل النيوكليوس احنا محتاجين اي تي بي فور فوسفوريليشن اوف نيوكليوتايدز مين اللي بيعمل ادنج للنيوكليوتايدز بالمنظر ده في الحقيقه اوتوماتيكلي كل نيوكليوتايد من دول كامينج تمام كده جايه وبتعمل ماتشنج بالهيدروجين بوند الاي مع تي ب 2 هيدروجين بوندز والجي مع سي ب 3 هيدروجين بوندز لكن مين اللي بيشبك الشوجر ده مع الفوسفيت مع الشوجر بعد كده الشوجر ده مع الفوسفيت مع الشوجر مين اللي يعمل لينك ما بين النيوكليوتايدز سكسيسيف نيوكليوتايدز حاجه اسمها دي ان اي بوليمريز دي ان اي بوليمريز دور ومش بيعمل هيدروجين بوند مش دور ده اوتوماتيكلي ممكن هيدروجين بوند تتكون طالما قريبين لبعض عن طريق البولاريتي بتاعت المولكيولز دي لكن اللي بيعمل لينك ويعمل يشبك ويعمل سكيلتون ويبولي نيوكليوتايد تشين ويجمع ويربط هو عباره عن الدي ان اي بوليمريز انزايم بيعمل حاجه بوند مشهوره جدا سترونج بوند اسمها فوسفو دايستر بوند فوسفو دايستر بوند هوريها لكم بعد شويه طيب خلصنا كده الانيميشن وافتكرنا موضوع البوندنج وموضوع النيوكليوتايدز تعالوا بينا نشوف مع بعض which rule represents the correct features of nitrogenous base adenine الادينين من عيله ايه ناخد حاجه هاز رينج سنجل رينج ستراكشر الادينين سنجل رينج ستراكشر طبعا لا مول اي والجي حفظناهم خلاص اي بلس جي دول بيورينز صح كده بيورينز اللي هم بحروفها قليله يبقى دبل رينج يبقى سنجل رينج لا طبعا مش سنجل رينج يبقى الانسر يا اما سي يا اما جي طيب بيورين يس بيورين يبقى خلاص وصلنا لسي
هي الانسر اه، بس اشيك على نفسي بقى وافهم joins its complementary base. الكومبلمنتري الادينين هو مين؟ الاي. يعني ايش بقى اكتبها هنا احسن؟ تبقى فين فين فين؟ هنا الاي يا اولاد. الاي يشبك مع مين؟ مع التي. بكم هيدروجين بوند؟ بتو هيدروجين بوند. الاي مع التي يبقى join its complementary base by 3 hydrogen bond. طبعا لا، ودي لا 2 hydrogen bond بس مش 3. اوكي طيب bears with thymine. yes bear with thymine. ادي الانسر سي. تعالوا نشوف الشكل اهو، ادي الاي ادينين، وادي الثايمين اهو، وادي 2 hydrogen bond، ادي واحده وادي الثانيه. طب ينفع الثالثه؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش؟ في الحقيقة البوندينج ده نتيجة partially positive موجود على الـ H plus و partially negative على الـ oxygen ده. دي حاجة. الحاجة التانية وهنا partially negative على النيتروجين و partially positive على الهيدروجين. الهيدروجين بوند قد إيه essential for our life؟ تدي stability للـ DNA molecule. هي اللي ربطت الـ strands مع بعض. طيب هل ينفع بوند هنا؟ لا ما ينفعش بوند ما بين الـ H والـ O ده. طيب في حين بقى جوانين من نفس هيله البيورين دبل رينج اهو تاني كده شابك ب 3 هيدروجين بوند برضه بالهيدروجين بوند، عنده الكفاءه انه يعمل هيدروجين بوند. الديستنس مهمه جدا عشان اعمل لينك واعمل بوند، الديستنس ما بين الاتومز اللي هتعمل بوند تاني كده. عشان كده جي مع سي يقدر يعمل سي هيدروجين بوند تاني كده. طيب نكمل السؤال اللي بعديه. في اسئله شبيهه ببعضها. اجوانين ها has double ring of has a double ring structure double A و G. yes double yes double has double ring and purine yes purine. يبقى الانسر ايه؟ اشيك على نفسي. joins its complementary base with 3 hydrogen bond. yes G مع C. G triple bond كده تاني كده مع مين؟ مع C. دي اسمها هيدروجين بوند الاولى، دي الثانيه، دي الثالثه. بعملها دوتد او ايه او داشت، دوتد او داشت. ده الهيدروجين بوند بتبقى لونجر عن الكوفيلنت وويكر، لونجر وويكر. نشوف المنظر اهو، نفس المنظر اللي فات، جي مع سي. تعالوا نكمل مع بعض. وات از كوركت فور يوراسيل؟ يوراسيل يوراسيل ده احنا اتفقنا موجود في الار ان ايه. اوكي طيب يا ترى من نوع سنجل؟ it has single ring structure. اه زيه زي مين؟ زي الثايمين سنجل. يبقى ينفع الانسر هنا وهنا. طيب بيورين، هل هو بيورين ولا بيراميدين؟ هل هو بيورين؟ لا مش بيورين، ده بيراميدين لان وان نيتروجينس رينج فقط. its joins it joins its complementary base with 2 hydrogen bonds. يعامل معامله الثايمين. الاي مع تي كان 2. طب يا ترى اليو مع الاي برضو 2؟ اه 2. تعال نشوف الكلام ده، نشوف الكلام ده شكله ايه اهو. فين اليوراسيل؟ اهو يوراسيل. يا ترى 1 نيتروجينس رينج اهي 1، يبقى ايه؟ عيله البيراميدين صح كده. طيب يعامل معامله ايه؟ الثايمين. الثايمين كان بيعمل 2 هيدروجين بونز مع الادينين، ادي الادينين، يبقى الاي مع اليو. لما يحصل بيس بيرنج ما بين الـ A والـ U سواء وقت translation of mRNA أو الأجزاء من الـ tRNA اللي فيها folding أو فيها base pairing، الـ A تعمل pairing مع اليوراسيل، الـ A مع الـ U بدبل bond 2 hydrogen bonds. أوكي يبقى الأنسر B. نشوف سؤال بعدي. Which statements about nucleotides is correct؟ About nucleotide nucleotides is correct. Adenine and guanine are pyrimidine. A و G pyrimidine طبعا لا. ATP is phosphorylated nucleotide. ATP is phosphorylated nucleotide. هو ATP nucleotide أصلا؟ هل الحتة دي متعلقة؟ نشوفها سوا. Burines have single ring structure. Burin اللي هي حروفها قليلة ليها single ring طبعا لا. Double. Uracil replaces cytosine برضه لا. Replaces thymine T. in RNA يبقى A wrong و C wrong و D wrong. by exclusion هي B، بس عاوزين نفهم. تعالوا بينا نشوف. ده كانت النيوكليوتايدز. ها دي نيوكليوتايدز الـ A والـ G. مرة تانية أشيك على الـ A. الـ A والـ G purines ماشي.
طيب ال T وال C ها بيراميدال ما ينفعش يقول عليها بيورينز. طيب اليوراسيل ده يحل محل مين؟ يحل محل الثايمين. دي كلها عالجناها بعد قبل كده. طيب فاضل لي ديت، تعالوا نشوف ال ATP. ادي ال ATP اهو قدامنا. ايه مكونات ال ATP؟ نيتروجين سبيس مع ادينين زيها زي الادينين دي بالظبط، تيبيكال هي نفسها ادينين. شبكه في الكربون نمبر 5 اللي هنا، الحته دي كربون نمبر 5 مش باينه طبعا، سي 5. اوكي شبكه برايبوز شوجر، يبقى اسم الشوجر رايبوز، اسم الشوجر اللي هنا رايبوز. رايبوز مع ادينين يدي ادينوسين، يبقى ايه هو الادينوسين؟ الادينوسين هو عباره عن ادينين بيس بلس رايبوز بلس اي رايبوز. طب لما اشبك كده ادينوسين، لما اشبك 1 فوسفيت جروب يبقى ادينين مونو فوسفيت. طب لما اشبك الثانيه ببوند الحمراء دي هتبقى ادينوسين داي فوسفيت اي دي بي. لما اشبك الثالثه ادينوسين تراي فوسفيت. طيب نرجع للسؤال، اي تي بي بقى اللي قدامنا كله ده هو اسمه اي تي بي. اي تي بي از فوسفوريليتد نيوكليوتيد، اقدر اعتبره نيوكليوتيد لان في شوجر اسمه رايبوز زيه زي الار ان اي شابك مع نيتروجين سبيس. ها وبدل ما يشبك بفوسفيت جروب واحده عشان يبقى نيوكليوتيد، لا ده فيه 2 اكسترا ايه؟ 2 اكسترا ها 2 اكسترا فوسفيت جروب. يبقى الانسر بي. اوكي يا شباب سهل الموضوع لو احنا بصينا بعينينا على الفيجرز دي. تعالوا ناخد نكست. Length of DNA was analyzed and sequenced. 24% of its nitrogen bases were adenine. Okay, which percentage of bases will be cytosine? عندك الأدينين. أنا خدت سامبل من الـ DNA مني أو منك. طبعًا الـ DNA هاخده من النيوكليوس فيطلع فيه 4 fragments أو 4 nucleotides A و T و G و C. ده الاناليسيس بتاعت النيوكليوس كمكونات ال دي ان اي. طب وبعدين لقينا الادينين بيحقق كام؟ 100% 24%. طيب هو بيسالني على سيتوسين. من معلوماتنا الادينين بيعمل بيس بير مع مين؟ الاي مع التي، بيعمل بيس بير مع البي مع التي. يعني كل ما الاقي اي يقابله تي بنفس النمبر، فاذا كان ده 24 يبقى 24 بلس 24 ايكوال 48، يبقى 24 بلس 24 ايكوال 48%. من كام؟ من 100%. التوتال بتاع السامبل دي 100%، صح كده؟ طيب خدت منه 48 للاي والتي بس، طب والجي والسي ان شاء الله يبقى ده كمان 24. ها والجي والسي يبقى كام؟ جي بلس سي equal 100 minus 48%. وبالتالي التوتال لجي وسي هو عبارة عن 52%. طيب 52 دول موزعين على مين؟ ها على جي والسي بالعدل، كل ما الاقي جي يقابل سي وكل ما الاقي سي يقابلها جي. اذا السيتوزين اللي هو طالبه عبارة عن 52 divide to equal 26%. هل في انسر كده؟ الانسر دي. اوكي؟ طبعا سهل خالص. سؤال شويه في فكر الجاي بقى. بصوا يا ولاد معايا. شورت بيس اوف دي ان اي. شورت بيس اوف دي ان اي خدناه من حد مننا. لقينا في كام بيس بيرز. كام بيس بيرز؟ بيس بير معناه ايه؟ يعني ادي الدي ان اي اهو. هنا 19 بيس وهنا 19 بيس. لو هنا في جي يقابلها سي ولو هنا في اي يقابلها تي، ده كده بير، ده كده اسمه بيس بير وده اسمه سكند بيس بير اند سو اون. عندك مجموع البيس بيرز في السامبل دي اللي هي شورت بيس اوف دي ان اي 19 بيس بيرز لونج. انصحكم حاجه من دلوقتي، اي حاجه فيها نمبر في الاكزام بتاع يوم الخميس خاصه بالدي ان اي شابتر 6 من فضلكم ارسموا بالبنسل بتاعكم، ارسموا. طيب ببساطة was analyzed to find the number of nucleotide bases in each of polynucleotide strands. عندك كام strand؟ ادي strand 1 وليكن ده strand 1 وده strand 2. عندك strand 1 للسامبل ده وادي strand 2.
with number of nucleotide bases A with C with G with T. حطيت لك هنا T على strand 1 before. قبل ما اقرا السؤال تعالوا نملى البيانات بتاعت التيبل دي. Strand 1 T before A nucleotides من الثيمين مقابلها على strand 2 T من strand 1. T اهي من strand 1 كده strand 1 صح كده؟ يقابلها من strand 2 A يبقى هنا 4 انت مغمض صح كده؟ طيب تعالوا بينا الداتا بتقول 7 من strand 2 يمثله سيتوزين. strand 2 يمثله ايه سيتوزين؟ يقابلها A من strand 1 يقابلها G. يعني لقينا C الموجوده دي عددها كام؟ عددها 7 من strand A من strand strand 2. يا ترى على strand 1 هيبقى كام G؟ كام G 7؟ يبقى احط هنا 7. طيب قربنا نخلص سهلة. تعالوا بينا هنا بقى هو عدد النيوكليوتايدز بالفرد كده عددهم على الوان ستراند ده بس اللي هو نمبر 2 عددهم كام؟ 19. طب وفوق 19. طيب 4 بلس 7 بلس 5 بلس 7 12 بلس 4 يبقى 16 صح كده؟ طب ايه رايكم 16 دي من 19 اوت اوف 19 يبقى 3 اذا الجي ب 3. طب الجي دي في ستراند 2 يقابلها كام سي على ستراند 1 يقابلها 3. ها نكمل الكلام ده هنا اهوت الرقم اللي كمل لك 19 4 بلس 10 ايكوال 14 اوت اوف 19 يبقى ده 5. طب اقدر اجيبها بطريقه ثانيه؟ ادي تي 5 من ستراند 2 يقابلها الاي من ستراند 1 ب 5. سهله يعني حتى من غير قبل ما يسالني انا عرفت املا الداتا بتاعتي. يبقى how many nucleotide bases containing C were present in strand 1؟ فين strand 1 and strand 1؟ يبقى الانسر اهي. how many equals 3؟ يبقى الانسر فيه. اوكي يا شباب سهله خالص بالورقه والقلم من فضلك بالبنسل بتاعك اشتغل ارسم شخبط. اوكي طيب تعال نكمل. The diagram shows outline structure of two nucleotide bases which occur in DNA. This pair is held together by two hydrogen bonds shown as dashed lines. دايما يا ولاد في الكيمستري وفي البايو حتى بنعمل الهيدروجين بوند داشت او دوتد زي ما اتفقنا. طيب ادي نوكليوتايد 1 وادي نوكليوتايد 2. زي كده؟ واضح ان نوكليوتايد 1 تعتبر من عيلة البيورين لانها دبل رينج. واضح ان دي بايراميدان صح كده؟ بايراميدان. طيب نكمل كده. Which row correctly identifies these two nucleotide bases؟ نيوكليوتايد 1 ممكن تبقى ادينين ممكن تبقى ادينين صح؟ طيب ادينين ايه رايكم؟ ممكن تبقى حاجه تاني تبقى سيتوزين او جوانين. هل ممكن تبقى جوانين؟ او ممكن تبقى جوانين. A وG من عيلة A البيورين يبقى الأنسر لإما A لإما C. نوكليوتايد 2 من البيراميدين. طالما من البيراميدين نعمل إيه؟ البيراميدين حاجة من الاتنين وده دي إن إيه. البيراميدين عبارة لإما سيتوزين C أو ثيمين T. أدي ثيمين أهي موجودة الحمد لله T موجودة بيرنج مع إيه؟ مع إيه يبقى الأنسر إيه. طب نشوف الشويس تاني جوانين مع سيتوزين. هل تنفع جوان مع سيتوزين؟ ما تنفعش. ليه؟ بالرغم ان دي برضه بيراميدان. لان بصوا كده كام هيدروجين بوند؟ ادي 1 هيدروجين بوند 2 هيدروجين بوند وقال لك عليها في الانسر. اوكي يا شباب يبقى عرفنا بالنمبر اوف هيدروجين بوندز عرفنا هي الادينين والثايمين مع بعض. ما ينفعش جوان وسيتوزين بالرغم ان دي برضه دبل رينج ودي سنجل رينج لكن ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان هنا المفروض في 3 هيدروجين بوند. 3 هيدروجين بوند ادي كده ادي 1 ادي 2 وادي الثالثة اهي فوق مثلا يعني. اوكي اتفقنا يا شباب نكمل كده مع بعض. Which statement correctly describes the base pairing in molecule of DNA؟ ده بيورين ادينين. اوكي بيورين ادينين فعلا من عيلة بيورين. Forms bonds with pyrimidine and thymine. تمام لسه واخدينها دلوقتي A مع T
ايه مع تي. هل في داعي اكمل تاني ايه مع يوراسيل؟ اليوراسيل مش موجوده غير في الار ان اي والسامبل بتاعتك من الدي ان اي. اوكي نقرا سؤال مره واثنين، دايما الام سي كيو بيتقرا مرتين توايس، حتى لو كان سؤال طويل بيتقرا توايس. طيب هل الوقت كافي؟ اه بيبقى كافي. مين في احيانا اسئله بمجرد النظر تكون حلتها قبل كده وفاهمها قوي بتحط الانسر على طول ما تاخدش ثواني، وفي اسئله ثانيه بتاخد سيفرال مينتس عادي. اوكي ما تستعجلش. طبعا مش هكمل تاني عشان نلحق الوقت بتاعنا. ادي الاي تي بي شفناه قبل كده، ده اسمه ايه؟ احنا مغمضين. ده نيتروجينس بيس، يعني هاله البيورين، ادينين، تمام ادينين خلاص احنا حفظنا. ده ايه؟ شوجر. الشوجر ده ايه؟ رايبوز ولا دي اوكسيد؟ طبعا رايبوز. يعني ايه رايبوز؟ يعني هنا في او اتش وهنا في او اتش، ده كده رايبوز شوجر. طب هنا كام فوسفيت جروب؟ 3 فوسفيت جروب، ده ادينوسين تراي فوسفيت. خلاص الانسر جت بسرعه. طيب انا بشرح بس طالب تاخد وقت عشان نفهم، ويمكن في ناس مسد عندهم الحته دي، لكن انت بالنسبه لك خلاص انت مذاكر. يبقى عندك هنا البي ادينين، تمام ادي الادينين تمام. ايه رايكم؟ هل الكيو دي اوكسي رايبوز؟ ما تمشيش لسه، ادي الرايبوز. رايبوز الرايبوز مع الادينين يدي ادينوسين. طيب الار فوسفيت، اه فوسفيت، اذا هنا ما تنفعش تبقى ايه لان كيو غلط. طب ادينوسين، هل البي ادينوسين؟ هل ده ادينوسين؟ ده لوحديه ادينوسين؟ طبعا لا، وبالتالي برضو دي لا، صح كده؟ طيب يبقى لنا الانسر الاخيره. ها البي، هل بيورين؟ اه من هاله البيورين، دبل رينج، تمام. الكيو بنتوس، يعني شوجر كونتيننج 5 كربون اتومز، يس رايت. ها الار فوسفيتس، فوسفيت مش بالضروري يقول لي فوسفيت جروبس، معروف الفوسفيت بي او 4 ماينس 3. اوكي يبقى الانسر دي. طيب ادي الشكل، افتكروا معايا مش هقول تاني خالص. نكمل كده مع بعض. Which statements about complementary base pairing are correct? It allows translation to occur. The base pairing مهم في translation. اه مهم جدا. ونشوف الشكل بتاعه. طب purines and pyrenes are the same size. معقول purine اللي هو double ring two rings وهنا one ring يبقوا the same size؟ طبعا لا. وبالتالي تو مش معانا. The base pairs are of equal length. البير السلمه الرنج اوف دي ان اي ما بين التو ستراندز ار اوف ايكوال لينث، يس رايت ايكوال لينث، درجات السلم قد بعضها. هوريها لك. يور سيل فورمز تو هيدروجين بوندز وذ ادينين. تو هيدروجين بوند الاي مع اليو يمشوا؟ اه يمشوا. تو هيدروجين بوند اه يس يمشوا طبعا زي الفل. يبقى دي برضه كوريكت، صح كده؟ يبقى عندك نمبر 1 كوريكت ونمبر 3 كوريكت الناحيه دي، ودي نمبر 1 كوريكت. الوحيده اللي هي فيها ميستيك هي نمبر 2. هل في انسر تجمع 1 و 3 و 4؟ اه 1 و 3 و 4 اونلي بالانسر. اوكي تعالوا نشوف الاشكال اللي توضح لنا الكلام ده. ادي دي ان اي دبل ستراندد، نفتكر كده. هل يا اولاد ايه رايكم درجات السلم؟ تخيل ده لادر، بيسموه دي ان اي لادر، سلم فعلا زي اللي بنحطه على الحيطه ونطلع عليه ده. اللادر ده انتي بارلل ستراندز، شوجر فوسفيت، سكيلتون، مفيش مشكله. ده الستراند، ده السكيلتون بتاعنا، ده ستراند، ده العصايه بتاعت السلم اللي على اليمين، ودي العصايه الثانيه اللي على الشمال، وادي الرمز اللي هي درجات السلم اللي بتطلع عليه. يعني ايكوال ولا مش ايكوال؟ واحده تي مع ايه؟ واحده دبل مع سنجل، واحده سنجل مع دبل، واحده سنجل مع دبل، واحده دبل مع سنجل، فبالتالي الديستنس زي كونستنت. Same E same size. يبقى ال base pair are of equal length. ايه كمان؟ اليوراسيل مش باين في الصوره دي طبعا، اللي بيعتبر ان دي سامبل اوف دي ان اي او الستراكشر بتاع دي ان اي. طيب وكل الترانسليشن، تعالوا ناخد صوره ليها. ال A ياخد اليو ولا ما ياخدش؟ ياخد اليو زي ما فور قال لنا. ب 2 هيدروجين بوند، ادي هيدروجين بوند وادي هيدروجين بوند. اوكي؟ طيب ناخد صوره كمان ولا مفيش؟ مفيش ما تعبر، لا. الترانسليشن مفيش ترانسليشن، لكن اقدر اشرحها لك. فاكرين يا اولاد الانتي كودون بتاع التي ار ان اي؟ هنا شابكين امينو اسيد، امينو اسيد
وده كله مولكيول اوف تي ار ان اي تمام كده ترانسفير ار ان اي وهنا الانتي كود الانتي كود وليكن جاي مثلا بايه يو يو الانتي كود بيعمل بيس بيرنج مع مين مع سيكشن من الار ام ار ان صح كده مع الام ار ان ده الام ار ان بتاعه الام ار ان هنا هو اتعمل الحته دي دي برضو تريبلت كودون موجود على الام ار ان اي يقابلها الاي يقابلها يو واليو يقابلها اي واي صح كده فهمنا القصه يبقى بيحصل ايه سبيرنج ده مهم جدا وقت الترانسليشن وقت البولينوكليوتايد فورميشن على الريبوسوم اوكي طيب يبقى دي نمبر 1 what is the common component of the three molecules RNA DNA and ATP ايه علاقه الRNA بالDNA بالATP ادينوسين هل فيهم هم الثلاثه ادينوسين طبعا لا ادينوسين ما سمعناهاش غير في ادينوسين ترايفوسفيت الخاصه بالATP هيدروجين بونز هل فيهم هم الثلاثه هيدروجين بونز هل في هيدروجين بوند في الATP ما جبناش سيرته خالص هنشوف الرسمه تاني فوسفيت هل في فوسفيت جروب هل في رايبوز تعالوا ناخد شكل شكل وانتوا تجاوبوا الار ان اي قدامك اهو بالفور نيوكليوتايدز الاي والجي والسي واليو صح كده طيب هل في لفظ ادينوسين مفيش ادينوسين يبقى ما ينفعش هل في هيدروجين بوندنج في الحقيقه في هيدروجين بوندنج لما يحصل فولدنج للار ان اي زي التي ار ان اي اللي شفناه من شويه طيب الدي ان اي هل في هيدروجين بوندنج اه ما بين البيس بيرنج طب هل ده كومن للاي تي بي مش موجود في الاي تي بي يبقى ما ينفعش ادي الاي تي بي اهو طب ايه المشترك اللي بينهم هم الثلاثه المشترك هنا شوجر فوسفيت ادي فوسفيت فوسفيت طبعا الحته دي اسمها فوسفو دايستر بوند فوسفو دايستر بوند تعمل لينك للنيوكليوتايد يبقى فوسفيت موجود طب هنا في فوسفيت في الدي ان اي اه فوسفيت طب هنا في فوسفيت اه في فوسفيت يبقى هنا الفوسفيت هو الكومن ما بينهم هم الثلاثه طب من ناحيه رايبوز هنا اه رايبوز شوجر في الار ان اي طب هنا دي اوكسي رايبوز وهنا رايبوز يبقى رايبوز رايبوز دي اوكسي رايبوز ما يمشيش احنا عاوزين ليهم هم الثلاثه شيرنج ليهم هم الثلاثه اوكي طيب يبقى الانسر تعتبر سي نشوف تاني what is the minimum number of hydrogen bonds in the length of the DNA containing 700 base pairs لو عندك 700 base pair يا ترى الهيدروجين بوند دي بصوا يا جماعه ادي سؤال اهو هرسمه ادي ستراند 1 وادي ستراند 2 كام يا جماعه 700 base pair يبقى هنا 700 وهنا 700 مثلا اكزامبل جي مع سي صح كده؟ طيب وهحط بعيد خالص شويه الاي مع تي طبعا في 700 ده ليترز الناحيه دي 700 والناحيه 700 بس انا باخد الاكزامبل اللي يناسب الانسر دلوقتي هي يا اولاد مينيمم نمبر اوف هيدروجين بوندز هي فين الهيدروجين بوند؟ الهيدروجين بوند يا اما ما بين الجي والسي بالشكل ده كده سي هيدروجين بوند لا اما ما بين الاي والتي صح كده؟ دي الهيدروجين بوند لما يسالك مينيمم نمبر للبيس من الدي ان اي دي اللي هي عدد البيس بيرز بتاعتها 700 اختار ايه كمينيمم نمبر؟ لو اعتبرت البيس الصغيره دي اللي هم 700 بيس بيرز كلهم اي تي كلهم اي تي ليه اعتبرت كده؟ لان طلب مينيمم نمبر طب فين المينيمم نمبر ده 2 هيدروجين بوندز طب هنا 3 هيدروجين بوندز يبقى ده المينيمم صح كده؟ ده المينيمم لو كل بقى البيسز دي كل الليترز هرسم تاني كده ال 700 دول تخيلوا كلهم اي 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 صح كده؟ وممكن تي 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 ها هنا يقابلها تي 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 اي تي اي اي اند سو اون صح كده؟ كمل 700 على مهلك في البيت وبعدين ها هما 700 بيس بير الحته دي اسمها بيس بير كل بيس بير في لينك توجذر باي 2 هيدروجين بوندز اذا 700 تايمز 2 هيدروجين بوند ايكوال كام؟ ايكوال 1400
يبقى الانسر سي. ده لو طلب المينيمم وعاملها بولد يعني ملفتة للنظر. تعال بينا نشوف ده سؤال عكسه تماما. ماكسيمم نمبر اوف هايدروجين بوندز هختار مين؟ هختار مين يا اولاد؟ هختار الاي او تي ولا جي او سي؟ اكيد الجي او سي. بينهم 3 هايدروجين بوندز و 3 هايدروجين بوندز 3 تايم 700 يطلع لتر دي. 3 هايدروجين بوندز ما بين الجي لو اعتبرت ان كلهم جي سي. اوكي؟ يعني يبقى 3 تايم 700 في سبير وبالتالي الانسر دي. فهمنا السؤال؟ هي نفس الايديز اللي الاكزامينر بتاع كامبريدج هي بتتغيرش. نفس العقليه هي وبيسالني في كل مره بشكل جديد. لكن هي نفس الايديا. لو الايديا واصله لك تقدر تحل اعظم امتحان. طيب نشوف بعد كده. قال لك هنا which statements about tRNA اتنقلنا للستركشر بتاع tRNA بقى are correct. contains base pairing, contains hydrogen bonds, is single stranded. افتكر tRNA ده الاول قبل ما اجاوب. تعالوا نفتكره مع بعض. هو عباره عن ايه؟ tRNA single stranded. تقول لي ما في حته هنا دبل وحته هنا دبل وحته هنا دبل. عادي عمل دبل لانه الفولدنج خلاهم يقربوا لبعض النيوكليوتايدز فعمل بيس بيرنج. ده دبلنج اللي حصل. طيب هل هو سنجل ستراند؟ سنجل ستراند. كل الار ان اي يا اولاد سواء ار ان اي او تي ار ان اي او ام ار ان اي سنجل ستراند. حتى لو كان تي ار ان اي في فولدنج بالمنظر ده يبقى سنجل ستراند. طيب كونتينز هيدروجين بوند اهي ما بين الاي واليو ما بين الجي والسي في هيدروجين بوندز. يس رايت. وايه كمان؟ contains base pairing. ما هو هيدروجين بوند ما بين مين؟ ما بين ال A وال U وال G وال C وما دي base pairing. تمام؟ يبقى 1 و 2 و 3 مع بعض. يس 1 و 2 و 3 مع بعض. طب الحته دي بالمره عشان نبقى فاكرين. ها مميزات ال tRNA اللي عنده end هنا اهوت اللي هي C داش end دي for attachment of amino acids specific amino acids. الامينو اسيد ده اسمه واحد من 20 امينو اسيد الداخلين في البروتين سينثيسز يعتمد على الانتي كودون اللي هنا البصمه بتاعته الانتي كودون هنا يعني سي جي جي تنقل امينو اسيد معين باسم معين. لو اتغير الليتر زي واحد او اثنين منهم او ثلاثه اتغيروا يتغير الامينو اسيد المنقول في الطرف سي داش. اوكي سبيسيفيك تي ار ان. طيب نكمل كده مع بعض. تي ار ان اي كمان which statements about تي ار ان اي are correct. hydrogen bonds between bases temporarily hold تي ار ان اي against ام ار ان اي. فاكرين لما رسمنا كده الانتي كودون بيس بيرنج مع الام ار ان اي في منطقه الكودون دي اهي. ناخد اي لتر مثلا سي مثلا يو اي سي نقابلها هنا على الام ار ان اي مقابله ده انتي كودون كودون يقابلها هنا كودون على الام ار ان اي كودون يقابل اليو اي ويقابل الاي يو والسي جي. وعلى فكره ده الستارت كودون لاي بروتين سينثيسيس. تمام كده؟ والتي ار ان اي اللي جاي هنا اهوت بالمره اللي جاي هنا وهيشبك هنا اهوت كاول امينو اسيد. اول امينو اسيد يا اولاد جاي عن طريق اول تي ار ان اي اسمه ميثيونين. اسمه ايه؟ ميثيونين. طيب عشان كده كل البوليبيبتايدز بدايتها ميثيونين. طب لما اشوفها واعمل لها اناليسيز ممكن الاقي الميثيون في بدايتها؟ لا ممكن ما الاقوش. افتكروا معايا ان جولجي اباريتس واحده من الرولز بتاعته ان بيعمل كات للميثيونين في حاله الانسولين مثلا. ليه عملت كده؟ احنا ما صدقنا عملنا انسولين، انت ليه تشيل الميثيونين منه؟ جولجي يرد يقول لو خرج زي ما هو كده في بلاد ستريم هيبقى نون فانكشننج. نون فانكشن ما يشتغلش ما يعملش بالانس او يعمل كنترول او ريجوليشن للجلوكوز ليفل ان بلاد. فلازم يعمل اي كات للميثيونين. ده واحده من الرولز الخاصه بجولجي اباريتس. معلش انا بدخل الشابترز مع بعضها لان مهم جدا نبقى عارفين الداتا دي. بصوا يا ولاد معايا هل في بيس بيرنج هنا؟ في طبعا. يبقى في هيدروجين بوند بتتكون؟ في هيدروجين بوند صحيح انا مش شايفه لكن في هيدروجين بوند. طبعا نفس الرول جي مع سي والاي مع تي بالنمبر اللي احنا قلناه. يبقى نمبر 1 معانا. The base sequences in the tRNA molecules are the same
as the base sequences in mRNA and the base sequences الخاصة بالتي ار ان اي ده زي البيس سيكونس بتاعت الام ار ان اي. معقول الكلام ده يتقال؟ معقول؟ طبعا لا، ملهمش علاقة ببعض. ده الام ار ان اي هو ميرور ايمج كومبلمنتري للسنس ستراند للتمبل ستراندز اوف دي ان اي للجين، لكن التي ار ان اي ده كارير، شغلانته كارير. يبقى هنا رونج، يبقى تو مش معانا. tRNA translates the base sequence in mRNA. هل فعلا فعلا بينقل صح؟ Successfully translates the message الموجود على ال mRNA into amino acid sequence in protein. Yes. كلمة translate هنا مش بتقوم بمقام الرايبوسوم، يقصد ان هو بيعبر عن ال correct sequence الموجود على ال mRNA وتتحول ال sequence دي لداتا بشكل polynucleotide chain او protein. اوكي يبقى هنا 1 و 3 مع بعض يا شباب، يبقى ليه ترسيم. اوكي طيب كمل كده مع بعض، ادي الانسر اهي. هل السيكونس ده زيه زي ال desired او target mRNA to be translated؟ طبعا ملوش علاقه، يعني تو لا. Which statements about tRNA structure are correct؟ There is binding site for the attachment of specific amino acid في 3 dash and and the different binding site for the attachment to ribosome are anticodon. They needed for translation anticodon. منتدي الانتيكودون بتاعته يبقى صح معانا. There is ribose phosphate backbone with strong phosphodiester bonds and areas within the polynucleotide chain where base pairing occurs. There is ribose phosphate backbone with strong phosphodiester bonds and areas within the polynucleotide within chain where base pairing occurs. هل في فعلا strong phosphodiester bonds خاصة بالـ tRNA؟ اه طبعا، هو مش nucleotides بيكون nucleotides ازاي تشبك مع بعضها؟ بphosphodiester bond، بphosphodiester bond عن طريق الـ RNA polymerase. RNA polymerase صح كده؟ طب يبقى في في هنشوفها دلوقتي. There is an anticodon تمام that contains the same triplet of the bases as the triplet of DNA bases that has been transcribed to produce the mRNA. طبعا لا، هل ليه نفس التريبلت الانتيكودون دي ليها نفس الليترز موجود على تي ار ان اي؟ الانتيكودون تريبلت ليه نفس السيكونس ككود على دي ان اي؟ طبعا لا. اقول لكم ازاي لا يا ولاد عشان نفهمها، اقول لكم ازاي لا. هرجع للسؤال اللي فات لحظه واحده. احنا مش خدنا ده تي ار ان اي يو اي سي وهنا اي يو جي على الام ار ان اي؟ طب قريته الدي ان اي في نفس المكان بتاع الجين بقى. لو كتبنا كده دي ان اي وكتبنا هنا هو يا اولاد ابن الدي ان اي هو ام ار ان اي اللي بيساعد الشغلانه دي تي ار ان اي. الدي ان اي انا ما اعرفوش، انا عاوز اعرفه دلوقتي، عاوز اشوف التريبلت اللي انا كتبته دلوقتي يو اي سي. ادي يو اي سي هيقابل على الام ار ان اي اي يو جي صح كده؟ طب ايه رايك على الدي ان اي نفس الكود ده بقى هيبقى ايه او نفس التريبل ده يبقى ايه؟ تي الاي يبقى تي، اليو يقابلها اي، ها وجي يقابلها سي. ها هل هو نفس التريبل ده؟ هو نفس الانتي كودون على تي ار ان اي؟ طبعا لا، طبعا لا. فهمتوا الفكره؟ اقدر اقولها بمنظر تاني عشان تساعدك في الانسر للاسئله تانية. ممكن اقول الدي ان اي تريبلت الموجوده ككود لسيرتين امينو اسيد هي نفسها الانتي كودون بتاع تي ار ان اي صحيح، باستبدال كل يو تستبدل بتي، كل يو تستبدل بتي. ادي الاي والسي، هنا الاي والسي. تنفع قاعدة؟ اه تنفع. نجرب اكزامبل تاني عشان نطبق القاعدة دي، نطبق اكزامبل تاني. خدوا أي ليترز من تي ار ان اي مثلا، سي مثلا، حاجة بسيطة علشان ما نضيعش وقت. سي 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 يقابل على الام ار ان اي جي جي جي. ايه ده؟ طيب على الدي ان اي يقابلها ايه يا ولاد؟ ها سي 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 تاني صح كده؟ ادي الفكرة. يعني هنا التريبل ده فعلا اكزاكتلي ذا سيم،
هو عمم الفكرة دي بقى في السؤال، عشان كده قلنا عليها غلط، هي مش للتعميم. لو تصادف انه كان فيه لتر تي يستبدل بيو، يستبدل بايه؟ بيو، ما يتحطش ايه، حط يو، الباقي اللتر زي ما هي. طيب بص كده على السؤال مرة تاني. There is anticodon that contains the same triplet of bases as the triplet of DNA bases that has been transcribed to produce the mRNA codon. طبعا لا، يبقى الانسر 1 و 2 فقط، 1 و 2 فقط، يبقى الانسر بي. الانسر بي يا شباب، انسر بي. طيب دي عمق خالص لانه عمم ان جنرال، لكن هي ليها اكسبشن طبعا. لو قابلني تي مش هينفع احط تي تحت، لان ما ينفعش في تي ار ان اي تي، ينفع يو، ينفع يو. اوكي طيب ادي الفكره اهي. فين السايت اوف اتاتشمنت؟ شايفين الانتي كودون بيس بيرنج مع مين؟ مع كودونز خاصه بالام ار ان اي. طيب فين الفوسفو ده ايستر بوند؟ بص كده معايا الرسمه الجميله دي، انت ما شفتهاش قبل كده في معظم الرسومات، انت ما شفتهاش او ما تسمعش عنها شويه. تعالوا بينا هنا، الفوسفو ده ايستر بوند جت ازاي؟ ادي يا اولاد نيوكليوتايد او اتش او اتش، يبقى ده ريبوز، وادي البيس ايا كان اسمها كده، وادي الفوسفيت جروب، وادي فوسفيت جروب شبكه مع كربون نمبر 5 مع ريبوز شوجر مع البيس الثانيه نيتروجين سبيس. نتيجة كوندنسيشن ريموفال اوف ووتر ما بين الاو اتش والاتش، يبقى كوندنسيشن بيتكون فوسفو ده ايستر بوند، هي سي نمبر 3 مع سي نمبر 5، يبقى كان الفوسفيت جروب تقع ما بين مين ومين؟ ما بين بريفيوس نيوكليوتايد سي نمبر 3 ونكست وان اللي هي سي نمبر 5. ادي الفكره اهي، يبقى سي 5 اوكي، بي فور سمبلستي كانها فوسفيت كاملة، وبعد كده سي. يبقى يا اولاد سي او سوري سي بي سي معناها فوسفو دايستر بوند، البوند دي كده اهوت اسمها فوسفو دايستر، نتيجة ايه؟ كوندنسيشن. الكوندنسيشن زي ما انت فاهم بيحصل فيه ريليز اوف ووتر. اوكي ريليز اوف ووتر يعني ايه؟ ريليز اوف ووتر يعني اوبتيننج ووتر. اوكي طيب تعالوا بينا نشوف فين الكلام ده. ادي الرسم اهي مرة تاني، ادي الفوسفو دايستر بوند، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ادي كده نيوكليوتايد، وادي نيوكليوتايد، وادي نيوكليوتايد، 3 نيوكليوتايد. ما بين الاولى والثانيه في فوسفو دايستر بوند، دي لوحدها اسمها فوسفو دايستر بوند، ودي لوحدها اسمها فوسفو دايستر بوند. كونت ازاي؟ بالايكويشن اللي فاتت اللي لسه شايفينها دلوقتي. اوكي يا شباب؟ طيب هل في فعلا سترونج هي طبعا نوع من انواع الكوفيلنت، وسترونج كوفيلنت فوسفو دايستر بوند موجوده في الدي ان اي فقط، موجوده كمان في الار ان اي فقط، النوع ده من البوند فوسفو دايستر بوند. ما تتلخبطش ما بين الفوسفو دايستر بوند وما بين الايستر بوند اللي ما بين الجليسرول والفاتي اسيدز لما اجي اعمل تراي جليسرايدز. التاني اسمها ايستر بوند برضه باي كوندنسيشن باي ريموفال اوف 3 ووتر مولكيولز عشان اعمل تراي جليسرايد، لكن هنا ريموفال اوف 1 ووتر مولكيول بس ما بين النوكليوتيد والنوكليوتيد الثاني. اللي بيعمل الحركه دي ار ان اي بوليميريز. طب لو كان الستراند ده دي ان اي هيتغير ايه؟ يتغير الشوجر، بدل ما هو ريبوز يبقى دي اوكسي ريبوز، صح كده؟ وبدل ما الانزيم اللي هيعمل الكوندنسيشن اسمه ار ان اي بوليميريز هيتحول لدي ان اي بوليميريز. يبقى يا ولاد الدي ان اي بوليميريز الستراند بتاعته السيكونس اوف نوكليوتيد بيتربط مع بعض بفوسفو دايستر بوند عن طريق الدي ان اي بوليميريز، والار ان اي عن طريق ار ان اي بوليميريز بيعمل برضه نفس الحركه فوسفو دايستر بوند. طيب السؤال اللي بعديه، which statements of تي ار ان اي ار كوريكت؟ كمان لسه تي ار ان اي كمان؟ كويس. هايدروجين بوندز بتوين بيسز تمبرالي هولد تي ار ان اي اجينست ام ار ان اي، هو فعلا تمبرالي مؤقتا بيحمل التي ار السبيسيفيك امينو اسيد للسايت اوف رايبوسوم ويدخله المكان المظبوط داخل الريبوسوم. طيب حلو قوي. يكون هاجر بوند تمرير؟ يس، يبقى نمبر 1 معانا. The base sequence of tRNA molecules are the same as the base sequence in the mRNA. السؤال اللي فات زي ال DNA دلوقتي عكسه، خلاه زي ال mRNA برضه؟ لا. هل complementary لكن هل the same؟ لا. يبقى 2 مش معانا. The specificity of tRNA، خدوا بالكم يا اولاد
احيانا بعض الاسئله باي اكسكلوجن. لو في جمله انت مش فاهمها حاول تجيب بالاكسكلوجن. سبيسيفيتي اوف تي ار ان هو سبيسيفيك طبعا. مولكيولز فور جلايسين ده امينو اسيد هو فعلا سبيسيفيك تو كاري سيرتين امينو اسيدز. اند سبيسيفيتي اوف انزيم الانزيم كمان هي اعلى درجه من سبيسيفيتي. ذات لودز جلايسين انا مش فاهم يعني ايه لودز جلايسين. ان هي كاري جلايسين مثلا كامينو اسيد ممكن. ار بوث نيسيسيتي فور كوركت لودنج هعتبرها انا مش فاهم. طب ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ نمبر 2 مش معانا وانا متاكد ان مش معانا. يبقى هنا لا هنا لا هنا لا. يبقى الانسر سي حتى لو انت مش فاهم 3 معناها ايه. لكن واضح ان هو تي ار ان اي سبيسيفيك وكل انزيم سبيسيفيك من غير ما يقول لي في الانسر 1 و 3 مع بعض. اوكي ادي حته اللي هي بتاعت البيس بيرنج يا اولاد اللي اتفقنا عليها سبيسيفيك ويعمل كاري سيرتين امينو اسيد زي الليوسين مثلا. لو كان هنا كودون جي اي اي لو كان هنا يا ولاد الانتي كودون جي اي اي فيكون الطرف ده كاري امينو اسيد اسمه ليوسين. طب لو اتغير الجي اي اي لحاجه ثاني يتغير الامينو اسيد الا اذا كان نفس الامينو اسيد ليه اكتر من تريبلت اكتر من تريبلت. بص يا اولاد في بيج نمبر 500 12 التابلز موجوده في كتاب ميري جونز دي مش للحفظ للفهم. بعض الامينو اسيدز ليها 2 تريبلتس بعضها ليه 3 بعضها ليه 4 بعضها ليه 6 بعضها ليه 1 زي المثيونين. هتلاقي الكلام ده موجود في بيج نمبر 512 في الكودونز والتريبلتس ازاي بتتكون. السؤال اللي بعديه which components could be found in nucleotides of R RRNA. اول مره نسال على RRNA. واحد من الريبونيكليك اسيدز. Any of two different nitrogenous bases with double ring structure. ال RRNA ايه مكوناته؟ A و G و C و U. ال A و G ده بيورين. طب وال C بيراميدين. صح كده؟ وال U بيراميدين. تعالوا نطبق. عنده ايه؟ could be found any one of two different nitrogen spaces with double ring structure. مين double ring structure؟ ال A و G. هل عنده فعلا A و G؟ اه عنده A و G. يبقى معانا 1. طب any one of two different بيورين bases هو عاوز يتاكد مني. انت عارف ان بيورين دي دبل ولا مش دبل؟ عارفين انها دبل يبقى 2 معانا. تمام كده؟ طب any of the three different nitrogen spaces ادي 3 اهم ده وده وده. هل any one of three different nitrogen spaces with single ring structure هل ال RRNA عنده اي واحد من الثلاثه؟ ما هو اي واحد من الثلاثه بالحظ ده ينفع وده ينفع لكن ده ما ينفعش. ده ما ينفعش لان ده فاهمين يبقى دي ما تنفعش معانا. طب any one of three different sorry any one of three different pyrimidine bases any one of three different pyrimidine bases هي نفس المعنى. الجمله دي زي دي بالظبط يبقى ما تنفعش ولا 3 ولا 4 يبقى 1 و 2 بس. يبقى الانسر بي. اوكي okay. student produce a table differences between RNA and DNA. The table contains one mistake. Which row has a mistake? RNA و DNA. ال RNA contain E. Contains ribose. RNA contains ribose. Yes. Contains uracil. تمام. Found throughout cell. يعني في النيوكليوس موجود وبر النيوكليوس موجود فعلا موجود. موجود في الاستكشر على الاقل ال RRNA الريبوسومال. RNA بيخش في تركيب الريبوسوم. لو انت عملت اناليسيز للريبوسوم هتلاقيه بروتين وميكس مع مين؟ مع ال RRNA موجود في السيتوبلازم. يعني النيوكليك اسيد ممكن الاقيها في السيتوبلازم اه في الفري رايبوسومز مش بالضروره تبقى حتى على الرف اندوبلازميك ريتيكولم في شكل رايبوسوم فري ان سيتوبلازم. ينفع يبقى في نيوكليك اسيد اه ينفع في السيتوبلازم مرميه اه في شكل رايبوسومز. يبقى فاوند ثرو اوت سيل تمشي. سنجل بولي نيوكليوتايد بير مولكيول ايه ده؟ ده كل الانسرز تمشي غريبه قوي. هنا كله معانا. طب الدي ان ايه بقى؟ كونتينز دي اوكسي رايبوز يس. كونتين سايمن contain cyanine. قال لك which row has the mistake؟ الرو اللي فيها mistake. contain cyanine yes contain.
found only in nucleus. Found only in nucleus. ايه رايكم؟ الدي ان ايه موجود فين يا اولاد؟ ميتوكوندريا. صح كده؟ كل الميتوكوندريا. وفين كمان؟ كلوروبلاست. لو كان بلاست كلوروبلاست. ده دي المستيك. وكلمه اونلي والويز و100% مش موجوده في الباي، لازم تقف عندها في السؤال وتتاكد بنفسك. تو بولينيكليتاز بير موليكول. اه طبعا الموليكيول الواحد من دي ان ايه يعتبر بولينيكليتاز، يعني ستراند وستراند تاني اللي هم الانتي بارل ستراندز، واحد طالع والتاني نازل. اللادر يبقى سي هي الانسر بتاعتي، هي دي اللي فيها المستيك. اوكي؟ طيب تعالوا بينا برضه ديفرنسز علشان تذاكر او انت وبتراجع فرصه تراجع ايه الديفرنسز كلها ما بين الدي ان اي والار ان اي. ها الدي ان اي دبل ستراندد يعني مولوكيول واحد يعني تو ستراندز انتي بارل، والشوجر دي اوكسيرايبوز، ويوز الثايمين ده يونيكلي دي ان اي ستورز جينيتك انفورميشن بشكل جينز is read by polymerases زي الدي ان اي بوليمريز او الار ان اي بوليمريز يتعرف عليه عشان اعمل ترانسكريبشن للام ار ان اي مثلا. كان سيلف ريبليكيت يقدر يعمل ريبليكيت سيمي كونسرفيتيف لنفسه. ستراكشرد انتو كروموسومز يبتدي يتشكل او يحصل فولدنج اراوند الهيستونز والنون هيستون بروتينز علشان يبقى كوندنس كروماتين او كوندنس كروماتيد ويكون كروموسوم دوبليكيتد. كان لاست فور لونج تايم. اه ده جينيتك ماتيريال ربنا امنه عليها انه يحتفظ بالكاركترز بتاعتنا عليه. طيب الار ان اي سنجل ستراندد، الشوجر ريبوز، يوسز يوراسيل وده يونيك للار ان اي، ستورز انفورميشن اباوت بروتين ستراكشر. اه طبعا سواء ار ان اي ريبوسوم بيعرف يقرا صح كده، او ام ار ان اي كاري كودز من الدي ان اي انتو سيتوبلازم وريد باي ريبوسومز. Can have multiple structures. ممكن يبقى messenger، ممكن ribosomal، وممكن tRNA. الribosomal ده داخل في تركيب الريبوسوم بالاضافه للبروتين. Does not usually last for long time. بعد ما يؤدي رسالته بيحصل له degenerate. يحصل له degenerate. تمام كده؟ وده اللي بيعبر عنه انا مثلا بنتج انسولين يا شباب. سيل انا اكلت وابتديت بعد الايتنج في جلوكوز ليفل هاي. المفروض المفروض السيلز الخاصة بالبنكرياس سنس الانكريز ان جلوكوز وتبتدي تعمل كوبيز من الام ار ان اي. طيب لغايه امتى؟ لغايه ما يحصل نيجاتيف فيدباك وتبطل تطلع ام ار ان اي تاني. صح كده؟ طبعا الام ار ان اي اللي اوريدي انتجته البيتا سيلز اوف الانكرياس هيروح فين؟ ديجنريت. عشان كده وقت ما اكون فاستنج هعمل بالام ار ان اي ايه؟ ملوش لازمة، لازم ديجنريت عشان اوفر وعشان هوميوستيسيس للجلوكوز ليفل بتاعي. عشان كده ايه مش هعيش طول العمر الام ار ان اي اللي انا انتجته، لما اكل تاني اطلع ام ار ان اي جديد اند سو اون. داز نوت يوجوالي لاست فور لونج تايم، عشان كده يحصل له ديجينيزم. اتفقنا؟ طب ايه كومن شيرز او كومن فيتشرز ما بينهم؟ يوسز الاي والسي والجي، الفرق يوراسيل وفاين. طيب هاز شوجر، شوجر من البنتوسز ما اقولش اسمه. طيب فوسفيت باك بون، يس شوجر فوسفيت باك بون. يتكون ازاي؟ بالفوسفو ايستر داي بوند اللي كونها الدي ان اي بوليمريز في حاله الدي ان اي والار ان اي بوليمريز في حاله الار ان اي. اوكي؟ نكست. Which statements concerning DNA and RNA are correct? Adenine and guanine are bases that have double ring structure. AG. Yes. Burins. Cytosine, thymine, and uracil are bases with single ring structure. Yes, right, pyrimidines. And adenine nucleotide from DNA is the same as adenine nucleotide from RNA. بص يا ولاد معايا. كلمة adenine nucleotide يعني adenine base، شبكة مع sugar، شبكة مع phosphate. هل الadenine base ادين بيس اللي هي عامله كده اوكي شبكه الناحيه دي ادي الادينين اهي اوكي مع الشوجر اللي هنا في حاله الدي ان اي في اتش بس هنا او اتش يعني دي اوكسيرايبوز وهنا هوت الفوسفيت جروب
هل النيوكليوتايد دي الادينين نيوكليوتايد looks like or the same as nucleotide of RNA. احنا اتفقنا ال RNA الشجر هيبقى ايه؟ ديوكسي ولا ريبوز؟ طبعا ريبوز، يعني OH هنا OH هنا كاملة OH OH وبقيت الستركشر the same. ادي كاربون نمبر 5 مثلا وادي الفوسفيت جروب، وهنا ناحية دي الادينين. في ادينين، الادينين دي زي دي، يس ادينين دي زي دي، لكن الادينين نيوكليوتايد المقصود بيها كل نيوكليوتايد، كل نيوكليوتايد. هل تنفع؟ ما تنفعش. يبقى هنا ما تنفعش ادينين نيوكليوتايد من الدي ان اي زي الادينين نيوكليوتايد فروم ار ان اي. طيب بقيت الجمله، ادينين بيرز وذ سايمين، يس. ادينين بيرز وذ يوراسيل، يس. في الار ان اي، طب الجمله فيها جزء فيه ميستيك، يبقى كلها رونج. يبقى 2 مش معانا. طيب الاولانيه معانا، يس معانا. The base pairing that occurs in double DNA helix and when RNA is synthesized during transcription is always according to the rule that purine pairs with pyrimidine. The base pairing هي ليها نفس الرول، ال A مع ال T وال G مع C في حالة ال DNA، وال A مع ال U وال G مع C في حالة ال RNA، هي نفس الرول. The two polynucleotides on DNA molecule run in opposite directions so that the double helix formed has two strands that are parallel or anti-parallel to each other. Yes, parallel or anti-parallel is the same. Poly, two polynucleotides. يبقى الانسر معنا 4، يبقى 1 و 3 و 4 يبقى الانسر C. Okay. Next. XNA is laboratory made nucleic acid. في اللاب صنعنا nucleic acid made of nucleotides. يكون nucleotides. In which one component has been replaced by chemical X. جبنا chemical اسمه X، والchemical X ده is not found in nature. Okay؟ يعني synthetic chemical. حطيناه في تركيبة النيوكليوتايد. طيب، the part of the molecule اللي هو النيوكليوتايد responsible for coding is not changed. The part من النيوكليوتايد needed for coding يعني يقصد بـ base the same. يعني عندك النيوكليوتايد تركيبتها ايه؟ مش تركيبتها كده يا شباب؟ النيوكليوتايد تركيبتها كده، وادي النيتروجين سبيس اهي ايا كان اسمها، وادي كده اهوت الكربون نمبر 5 اهي، وبعد كده فوسفيت جروب. طب ايه رايكم؟ دي نيوكليوتايد، جبنا كده كيميكال اسمه اكس، وعملنا ريبليس واحد من الكومبوننتس، لا اما الفوسفيت جروب لا اما الشوجر البنتوز شوجر اللي معانا، او البيس نيتروجين سبيس. لكن قال لي معلومه مهمه جدا، البارت اوف مولكيول ريسبونسبل فور كودينج از نوت تشينجد. ايه انهي بارت؟ اكيد البيس ما اتغيرتش. يعني لو ادينين هيفضل ادينين، ثايمين يبقى ثايمين، جي يعني دي الداتا فلو بتاعتي، دي البيس ما اتغيرتش. اذا البيس هنا اهوت تفضل موجوده. قال لك which organic components of DNA or RNA nucleotide has been replaced by X. أنهي جزء من النيوكليوتايد ريبليس باي اكس؟ هل البيس؟ لو البيس يبقى دي ما تنفعش تبقى نيوكليك اسيد، ما ينفعش تبقى فور ستورينج داتا، ما ينفعش. البيس لازم تبقى موجوده، يبقى البيس دي موجوده والبيس دي موجوده لو دي ان اي او ار ان اي. طب الفوسفيت جروب لابد علشان سكيلتون، عشان يبقى بولي نيوكليوتايد يعني فوسفو دايستر بوند يربط النيوكليوتايد، يبقى لازم تبقى موجوده. امال ايه اللي اتغير؟ ال 5 كربون شوجر، جبنا كومباوند سينثيتيك كومباوند لوكس لايك الريبوز او الديوكسيريبوز، وشبكناه مع نيتروجين سبيس مع فوسفيت جروب. تمام كده؟ يبقى هنا اللي قدرنا نغيره ايه؟ هو 5 كربون شوجر. طيب ايه كمان؟ فوسفيت جروب. هل الفوسفيت جروب تعتبر اورجانيك؟ في الحقيقه ان اورجانيك، حتى لو فكرت فيها تلاقيها ان اورجانيك. وبيسأل أني كومبوننت أورجانيك هتقدر تشيله ريبليس باي إكس، وبالتالي فوسفيت جروب تفضل موجودة باعتبارها إن أورجانيك ونيدد فور السكيلتون بتاع البولي نيوكليوتايد شين والبيورين عشان الداتا فلو، وكمان البيراميدين عشان الداتا فلو تفضل موجودة إذا كان دي إن إي أو أر. أوكي؟ طبعا ثانك يو فور واتشينج. أي هوب ذيس فيديو be useful for all of you. Have a nice revision and good luck.
see you next video inshallah in next part of chapter 6. Bye bye. Salam ya shabab.